الزائر للمعرض الدولي للكتاب في طبعته 25 يلاحظ الإقبال الكبير للمواطنين على مختلف الأجنحة، خاصة فئة الشباب منهم. ورغم انتشار استعمال المعاجم والقواميس الإلكترونية، إلا أن القاموس في صيغته الورقية لا يزال يحافظ على مكانته في مختلف رفوف المعرض ويستقطب فضول الزوار. مازال عندنا إقبال بوكو موان ك العوام اللي فاتوا، مي تو سكي ديكسيونير جوستمون ديكسيونير دو بوش مازال لي زونفون مازال يستعملوا، اي بريفير لا فيرسيون بابيي. لم يتأثر بما حدث من تكنولوجيا بسبب وجود بقاء متعة الكتاب واختلافها عن استعمال المواقع، حتى فيما يخص المعلومات ما يوجد في الكتاب تلقاه ناقص في المواقع. يحيى تلميذ في الطور الثانوي يفضل من جهته القواميس والمعاجم التقليدية بدلا من تلك التي توفرها التطبيقات الإلكترونية، وهذا لأسباب عدة، خاصة وأن الدعائم الإلكترونية تقلل التركيز أثناء البحوث العلمية. نحتاج هذا الديكسيونير، وأنا نفضل أنه يكون كتاب ملموس خير من يعود في الهاتف، لأنه يعني في الهاتف ممكن نشغل بحوايج واحدة أخرى، نخرج من التطبيق ونلها بحوايج واحدة أخرى لهوني إلى الكتاب. أما كيكون ملموس نركز معها أكثر، القاموس متعة أكثر في القراءة أكثر من الهاتف. القاموس الإلكتروني يبقى مكملا للقاموس الورقي من خلال مختلف التطبيقات المبتكرة والتي من شأنها تسهيل التحصيل العلمي.